باشرت السلطات الحكومية في الفلبين مهمتها في الحجز على حافلات جيبني الشهيرة لاستبدالها بوسائل نقل أخرى صديقة للبيئة. وتأتي هذه الحملة ضمن جهود الحكومة الرامية وراء التخلص من طراز المركبات القديمة التي تعرف بإصدارها للضجيج وتلويثها أيضا للبيئة، إلى جانب افتقارها للمعايير البيئية وعدم التزامها بقواعد سلامة الركاب. وتنوي الحكومة الفلبينية إحلال أكثر من 180 ألف من الحافلات بأخرى تتماشى مع معايير الأمان الدولية ومع حلول عام 2020.